النهارده كولر عمل واحده جديده خالص. كولر النهارده زعق زعيقه خض كل النادي الاهلي، وجه هجوم شديد اللهجه لامام عاشور ومحمد عبد المنعم. اوبا بوم، ايه بقى ده؟ وجه انذار شديد اللهجه لامام عاشور ومحمد عبد المنعم. طب ايه الموضوع؟ وجه تحيه كبيره بعد 5 دقائق لامام عاشور ومحمد عبد المنعم. فالزوره دي امام عاشور احنا كنا بنقول امبارح هيشارك ولا مش هيشارك، كان عنده حاجه في وش رجليه فكان شغال مع الطاقم الطبي وخلاص الحمد لله هيلحق مباراه بكره، والنهارده كان موجود في التمرين. النهارده امام عاشور ومحمد عبد المنعم دخلوا على بعض في كوره في التمرين، تقريبا كده عملوا حادثه، يعني تقريبا كده وش في وش زي ما بيقولوا، بشكل حماسي رهيب جدا جدا، اكن الاثنين بيلعبوا نهائي بطوله كبيره، اكن الاثنين بيلعبوا قصاد بعض نهائي بطوله كبيره. القصه دي عجبت كولر في الروح اللي عندهم وحماسهم، وضايقت كولر للاثنين يتعوروا. ففي اللحظه دي وجه لهم شديد انذار شديد لجا، لازم تخلوا بالكم على بعض في التمرين، القصه ما تبقاش كده. وبعد كده قال لهم الروح اللي انا شايفها دي روح رائعه جدا 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 تستاهل التحيه، روح رائعه جدا 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 تستاهل التحيه. ده ما يخص النهارده موقف امام عاشور وموقف عبد المنعم. خالد